ونتابع أيضا احتفالات أبناء البصرة بفوز منتخبنا الوطني ولا نعود. مبروك 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 الفوز، مبروك ألف مبروك للشعب العراقي. هذا الفوز اليوم اللي أدى صدورنا المنتخب العراقي للمنتخب العراقي، هذا الفوز الكبير وإن شاء الله القادم أفضل. صارت أخطاء إن شاء الله نداركها بالمستقبل، بس على المدرب واللاعبين يعني جاي يلعبون 40 مليون عراقي، وإن شاء الله القادم أفضل. على المدرب تدارك الأخطاء الحصة بهاي المباراة، إن شاء الله المباراة جاية أفضل إن شاء الله. المنتخب إن شاء الله يبشر بخير، واللاعبين ما قصروا ومشكورين، والكادر التدريبي، وإن شاء الله اللعبة جاية فوز.